بما اننا هنتكلم عن مباراه مصر والكاميرون، الكاميرون كريم ومصر نعم احمد ثابت. طبعا يا كابتن اسلام عندنا مواجهه مرتقبه بكره مع المنتخب الكاميروني للدرجه اللي وصلت صامويل ايتو في بعض يعني المحادثات مع اللعيبه في المحاضره الاخيره وصل الامر لما يشبه الحرب، طبعا الحرب الكرويه، ولكن واضح ان الامر عند لعيبه الكاميرون وعند الجهاز الفني وعند صامويل ايتو على وجه التحديد مباراه حاسمه لهم، طبعا باصين للقب. المنتخب الكاميروني شفناه من بدايه البطوله واللي تابع مباراه الكاميرون هيلاقي ان هم ممتازين جدا على الناحيه الهجوميه، سيئين جدا 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 على الناحيه الدفاعيه، للدرجه اللي خلتنا قدام ان الفريق في الثلاث مواجهات في دور المجموعات استقبل هدف في كل مباراه من الثلاث فرق اللي قابلهم منذ البدايه. المنتخب الكاميروني بيلعب ازاي؟ بيقفوا ازاي في الملعب؟ المنتخب الكاميروني بشوفه بيقف بطريقه اقرب الى 4-1-4-1. مدير فني كونسيساو في وجهه نظري اجاد في اختيار الطريقه دي، ان هو فعلا الفرقه مقسومه اثنين، مقسومه 5 و5 بكل امان، الخمسه الاماميين هم اللي شايلين مسؤوليه الفريق، وبتكلم على ثلاث لعيبه مهمين جدا عايزين نركز معاهم بكره. اول لاعب عايز اتكلم عليه هو اللاعب ده اللي احط عنده الدايره الصغيره دي، وهو اللاعب انجويزا. انجويزا رقم 8 في منتخب الكاميرون، هو لاعب نادي نابولي الايطالي، واحد من افضل اللعيبه الافارقه في نص ملعب في اوروبا، لعيب مميز جدا، وحتى الناس اللي بيحبوا يلعبوا لعبه الفيفا انجويزا تقريبا بينزل في تيم اوف ذا ويك او فريق الاسبوع تقريبا، يعني كل اسبوع تقريبا، لعيب مميز جدا جدا مع نادي نابولي وبيقدم مستوى جيد، وكمان المنتخب الكاميروني بيعتمد عليه كصانع العاب، لان طريقه اللعب بتاعت الكاميرون ما فيهاش صانع العاب. جنب انجويزا معلش يا كيمو، انت بتقول الكاميرون تابع 4-1-4-1، ممكن مدرب البرتغالي للكاميرون يغير طريقه اللعب زي ما شفنا وحيد خليوزيتش مدرب المغرب بعد ما كان بيلعب طول البطوله باثنين مهاجمين، جه في مباراه مصر لعب بمهاجم واحد، ممكن نشوف بكره تغيير في طريقه لعب الكاميرون، ولا هي خلاص طريقه ثابته عندهم؟ لا انا اشوف يا كابتن اسامه ان الطريقه هتفضل هي هي، ان هو اصلا ما عندوش خيارات كتيره زي المنتخب المغربي. المنتخب الكاميروني كمان انجويزا مش حتى بس ما بيلعب 8 كهو عشان هو مميز في الباسنج او مميز في الهجوم، لا ده واحد على الشق الدفاعي مميز جدا جدا جدا، وكمان الورك ريت بتاعه بيقدر يسترد وبيرجع يرتد لنص ملعبه بسرعه كبيره، فهو ما عندوش ازمه انه يلعب الطريقه دي طالما ان هي اصلا معتمده على انجويزا اللاعب رقم 8 وهنبص عليه بكره ان شاء الله. اللاعب التاني اللي عايز نركز معاه بكره اكيد طبعا ابو بكار المهاجم النصر السعودي اللي كل الناس مركزه معاه من زمان، بتكلم على توكو ايكامبي جناح نادي ليون الفرنسي، سرعه فائقه، لعيب مميز جدا، سواء حطيته على الجناح او حطيته في جنب ابو بكار كمهاجم تاني، يعني نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها ان كوامي بيخش مع ابو بكار في كامبي، بيخش مع ابو بكار لما بتتقلب الطريقه ليه 4-4-2، وعشان كده شفنا كم الاهداف يا احمد اللي جت لمنتخب الكاميروني من الكرات العرضيه. احنا بنتكلم على اثنين طوال قامه كمان اقوياء على المستوى البدني، في اي تدخلات ثنائيه بيقدروا ياخدوها. طيب عايز اضيفه على ايكامبي ان هو اصلا بيلعب مع ليون ليفت وينج، بيلعب على الناحيه الشمال، مع المنتخب الكاميروني بيلعب على اليمين، وكمان بينقل بيلعب راس حربه صريع، فاحنا قدام مهاجم متكامل من كل الاوجه ومصدر خطوره شديده جدا. في وجهه نظري اكتر حاجه بكره الكاميرون هتلعب عليها هي الكرات العرضيه. صح كريم، تكمل الكلام كريم، يمكن لو منتخب مصر بقى ايه اللي خاف منه من الكاميرون؟ الكرات العرضيه بيعملوا كره، اكتر فرقه في البطوله عامله كرات عرضيه منتخب الكاميرون، بيعمل 24 كره عرضيه في الماتش الواحد، دي اول نقطه قوه. النقطه الثانيه زي ما كريم قال، يمكن هم عندهم ايكامبي احيانا بيلعب شمال واحيانا يمين، ايكامبي دايما بيبقى في ظهر يعني تعالى مثلا نبدا بالحالات اهو، اول حاله معانا مثلا لما نيجي نبص زي ما احنا شايفين كولينز فاي بس جنب واحد عرضيه من ناحيه اليمين، عرضيه من ناحيه اليمين، ده كولينز فاي اهو بيرفع زي ما احنا شايفين، مين اللي رايح، مين اللي قاطع؟ ابو بكر. بص يا كابتن اسامه، ابو بكر بيتحرك، وكابتن اسلام بص المساحه اللي ما بين الاثنين المساكين، دايما بيقطع في العمق، دايما ابو بكر ده بيقطع في المساحه ما بين الاثنين المساكين كده اهو، بالظبط اهو ابو بكر بيقطع في المساحه دي ما بين الاثنين المساكين دايما في كل الاهداف كره عرضيه. طب انا هنا قدامي لازم يا اما امنع العرضيه يا دكتور،
منتخب مصر وقف الخطوره ازاي. احمد حجازي من العناصر الاساسيه، واهم حاجه ممتاز بالطول. صح. النهارده ازاي؟ ممكن بكره نشوف ايمن اشرف ولا نشوف الونش من البدايه الافضل، مين يكون موجود جنب عبد المنعم؟ طبعا خساره كبيره في ماتش احمد حجازي في ماتش زي ده، لانه هو واحد من اهم اللعيبه واهم المساكين في الكرات العاليه، وبكره انت بتقابل الكاميرون اللي هم مميزين بالالتحامات الهوائيه. انا شايف طبعا الونش افضل بكتير، الونش وجنبه ثلاثه، الونش وعبد المنعم وقدامهم حمدي فتحي. حمدي فتحي جاهز ان شاء الله، وابو جبل برضو تاكد جاهزيته يعني ان شاء الله، يبقى ابو جبل والونش ومحمد عبد المنعم وقدامهم حمدي فتحي، لان حمدي فتحي بيتحول كاليبرو زي ما عملنا في ماتش المغرب، يقدر يبقى انت محتاج واحد في الكرات العاليه. عبد المنعم الحمل بكره عليهم كبير جدا يعني. عبد المنعم والونش وحمدي فتحي الثلاثه ان هم يقدروا يقفلوا لك. تعال بص يا كابتن اسامه وكابتن اسلام اللعبه دي برضو، اهو ده ابو بكر اتحرك فين؟ في المساحه اللي هي ما بين الاثنين المساكين، برضو نفس الشكل في العمق نفس الكورة. تعالى برضو لعبة تانية اهي، دي برضو منين؟ من الجنب اليمين. الجنب اليمين على فكرة كولينز فايل باك رايت ده عامل 3 اسيست هجوميا ممتاز. من اقوى اسلحة الكاميرون هو الباك رايت كولينز فايل اللي بيعمل الاوفر بالعرض. مين اللي بيتحرك يا كريم في الاول؟ الاولاني ده مين؟ اللي دايما واحد بيقطع القريبة ودايما واحد قاطع البعيدة في التحركات، عشان كده المساكين لازم انا اكون حاميهم بتالت. زي ما كابتن اسامه قال ان انا عايز واحد ثالث، هو ده اللي يعمل الدور ده حمدي فتحي. يبقى واحد هيروح، لازم نخلي بالنا ايكامبي او ابو بكر دايما بيقطع القريبه، وايكامبي هو اللي بياخد البعيده او العكس. هم دي نقطه خطورتهم. عندك اثنين يعني حمدي فتحي تواجده مهم عشان يبقى كانه مساك ثالث مع الونش ومع محمد عبد المنعم، طبعا عشان يقفل لك خطوره الكاميرون في الكرات العرضيه. انت بتقابل بكره اثنين مهاجمين مزعجين جدا، نقطه سلاحهم الكرات العرضيه. هم 4-1-4-1 ولكن احيانا كتيره بتتحول 4-4-2 بوجود ايكامبي دايما كمهاجم جنب ابو بكر، دايما الاثنين جنب بعض زي ما احنا شايفين الصوره دي. بص برده الصوره اللي بعدها نفس الشكل، راحت ادي مين اللي قطع القريبه؟ ده ابو بكر. مين اللي على البعيده بقى؟ ايكامبي هو اللي دخل. ايكامبي ايكامبي ده في ماتش جامبيا الاخير. فبالتالي واحد دايما 6 اهداف، واحد جايب 6، ابو بكر جايب 6، وايكامبي جايب 5. ال 11 هدف هم اقوى خط هجوم. فاثنين لعيبه بيمثلوا نقطه قوه بكره، الخطوره كلها في الكرات العرضيه. في نقطه كمان غير الكرات العرضيه عايز اتكلم فيها، يمكن كريم اتكلم على انجيزه. انا برضو فيها كريم مارتن هونجولا اللي هو اللي جنبه ده برضو بالنسبه لي مفاجاه في البطوله. يعني انجيزه بيلعب في نابولي عارفينه، لكن ده اللي بيلعب في فيرونا مفاجاه، ده عامل 3 اسيست اللي هو اللعيب رقم 18. هنا دور مين مهم جدا؟ مين اللعيب اللي هيقرب من رقم؟ انا مستني بكره الماتش عشان اشوف تعليمات كارلوس كيروش، مين اللي هيمسك اللعيب اللي عليه السبوت ده؟ ليه؟ لانه دايما بيعمل تمريرات. بص في المساحه اللي هي ايه اهي، ادي المساحه اهي. بص ابو بكر بقى هيعمل ايه، بتتلعب في الحته دي. مين اللي بيلعبها؟ اللي هو هونجولا اللي هو مين اللي هيلعبها له بقى؟ بص بتلعبها من فوق المدافعين في الحته دي بالظبط. فانت النهارده دور مصطفى محمد اللي بنتكلم عليه، دور مصطفى محمد في عملية الضغط على سفيان مرابط في مباراة المغرب، والضغط على جان ميشيل سيري في مباراة كوت ديفوار، لازم بكرة مصطفى محمد يقرب من رقم 18. وكذلك النني دوره مهم جدا 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 ناحية اليمين، لأن الجبهة ناحية اليمين بتاعتنا اللي فيها عمر كمال بيروح فيها أكتر من لاعب، يعني أبو بكر بيتحرك فيها. بص في الصورة دي مثلا، اعمل ديليت بص في الصورة دي في كام واحد؟ أدي واحد، أدي أبو بكر رايح عشان يقطع في المساحة دي، وأدي الثاني اللي هو الايكامبي، والثالث وادي الجناح الشمال، وادي رقم 18. فانت عندك ثلاثه لازم تقفل الجبهه دي بقوه، لازم النني يكون رايح بيرحل عليك، لازم حمدي فتحي برضه بيقفل العمق. ولازم في نفس الوقت مصطفى محمد ان انا امنع الخطوره من بدري جدا. تعالى برضه نبص على الصوره دي، الكره اهي جت لابو بكر، دي اللي انفرد فيها، دي اللي انفرد فيها نفس الشكل بالظبط. تعالى بص برضه الكره، لا دي 7، لا بس هات الكره اللي فاتت دي يا احمد، معلش اللي فاتت، هات الكره اللي فاتت اللي هي دي العرضيات. انا بس عايز اقول لكم على حاجه في دي، اتفضل، لانه لازم، لا اللي جايه اللي بعدها هي كانت معموله صح، اللي بعد دي بعديها بقى، هات اللي بعدها. اتفضل. ايوه دي دايما في الكرات اللي زي دي طبعا اسامه هيبقى يعني الحاجات دي، لانها هو هنا المدافع حط نفسه بره اللعبه يا اسامه، حط نفسه بره اللعبه تماما. طيب. لانه خلاص هو خد الكوره وحط الراجل في ظهره، يعني هو انا لو واقف كده اخدت الراجل في ظهري ورايح اجيب جون زي ما هي باينه كده قدام. ابو بكر الاقرب انه يسدد بشماله، فرصه اكبر، ده عنده كل الفرص، عنده ان هو يسدد بشماله، هو خلاص خده في ظهره. وبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا بكره من نقطه زي دي، لان دي نقطه مهمه جدا جدا جدا
في كيفية الدفاع المصري في كرة زي دي، لأن ممكن كرة واحدة زي دي، كرة واحدة بس تخلينا لا قدر الله لا قدر الله يحصل ان احنا نتغلب ولا او يخش على واحد معاه بكر يا كابتن اسلام، صعب ان هو بدنيا كمان يعني خلي بالك يا كابتن اسلام اللي احنا شفناه في مباراه كوت ديفوار وشفناه في مباراه المغرب، كيروش بيضيق دايما المساحات وبيعتمد على محمد صلاح في الانطلاقات، كان على تريزيجيه، كان على عمر مرموش، فالنهارده المساحات دي مش هيلاقوها بكره منتخب الكاميرون، خاصه ان بكره اول مباراه حقيقيه وقويه لمنتخب الكاميرون في البطوله. مظبوط. الدوائر اللي انا حطيتها، بص كام واحد بيهاجم بكام واحد. أيوة. واحد مأمن 10 على 10 اللي هو رقم 25 او 25، بعدين عندك واحد اثنين ثلاثه، ومن قدامهم ابو بكر او ابو نعم. بكر. وبالتالي انت لما بتيجي تهاجم تهاجم بخمسه وعندك خمسه مأمنين ورا. أيوة. ده منتخب انا بشوف، يعني انتوا بتقولوا ان المنتخب ده اقل دفاعيا شويه، لا انا بشوف ان هو لما يجي يلعب هنا اعتقد كانوا بيلعبوا ده كان جزر القمر. خلي بالك ده المفروض ان ده فريق اقل منهم بكتير. نعم. ولكن ما عندهمش حارس مرمى، ولكن كان بيهاجم بخمسه وفي خمسه واقفين ورا، فما بالك لما يجي يلعب منتخب مصر. النقطة دي مهمة جدا، لأنه أنا بشوف إن الناحية الدفاعية هي اللي هتفرق معانا كتير جدا في موضوع منتخبنا الوطني. اللي احنا برضه اتفضل تأكيدا لكلام كابتن إسلام، الكاميرون ما خرجتش بكلين شيت غير مباراة واحدة بس من الخمسة اللي لعبوها. يعني ماتش واحد بس، ده بيأكد إن هم عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا. أنت بتلعب على أرضك، أنا بقول عندهم مشاكل وكل حاجة دفاعية، لكن الهجوميا أقوياء طبعا. نشرح بقى نقاط الضعف عشان ما تبقاش الصوره كلها ان الكاميرون يعني وحش كاسر لا 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 يقهر. لا، الكاميرون عندها مشاكل كبيره جدا، وانا جايب حاله لطيفه جدا بصراحه، حاله ظريفه قوي عجبتني، اللي هي مبينه المشكله اللي عند المنتخب الكاميرون، وهي من مباراه الكاميرون واثيوبيا. الهدف الاثيوبي لما تيجي نبص عليه حصل ازاي من بدايته، هنلاقي ان في كارثتين حصلوا من الاثنين فول باكس. اللي انا بتكلم عن نقطه ضعف المنتخب الكاميروني في وجهه نظري دفاعيا، هم الاثنين فول باكس، سواء كولينز فاي لاعب نادي ستاندرد لياج البلجيكي، او طولو نوهو لاعب سياتل واندرز ساوندرز الامريكي. ببساطه الهجمه الاثيوبيه بدات يا كابتن اسامه من الجبهه اليمنى لاثيوبيا، اللي هي اليسرى للمنتخب الكاميروني، اللي هي بيلعب فيها طبعا فاي في اللعبه دي خرجوه بره اللعبه بلعبه بسيطه جدا، اتعمل 1 2 ما بين اثنين لعيبه، واللاعب خد المساحه اللي ورا فاي، وفاي فضل يتفرج عليه متخيل ان الراجل مش هيجري ولا هياخد اي مساحه منه. نبص على الصوره اللي وراها ونشوف لاعب اثيوبيا وصل لفين، ونبص فاي وصل فين. ده فاي كان في مساحه، نشوف المساحه اللي كانت ما بينه وما بين اللاعب الاثيوبي، كانت قريبه جدا، كان معاه يعني كتف الكتف، اتعمل ال1 2 وهو واقف والتاني جري وسبق. هنا بقى في الصوره دي عايز نبعد تماما عن اللعبه اللي هناك، بلاش نركز معاه، عايزين نركز مع الراجل ده. عايزين نركز مع طوله. طوله في اللعبه دي راجع بيحاول يعمل دور المساك، اي دور فول باك في الناحيه الدفاعيه لازم يضم للداخل عشان يعمل دور المساك. وجاي من وراه اللاعب الاثيوبي اللي هحط عنده علامه الاكس، وماشي ولا له دعوه بالحياه خالص، وسايب طوله بيجري قدامه. نبص في الصوره اللي وراها نشوف طوله هيعمل، طبعا شفنا الغلطه الاولى اللي حصلت عند فاي، شوف طوله في اللعبه دي حصل ايه من اللاعب الاثيوبي. اللاعب الاثيوبي خد قرار انه بدل ما ينطلق بشكل طولي، ضحك على طوله قال له لا انا شايف انت بتنطلق اتجاه مرماك ومش باصص عليا، فانا هخش بشكل في للعمق وانت مش شايفني. طبعا طوله مش واخد باله، لان طبعا ده جزء من الذكاء الدفاعي عند الفول باك، ما خدش باله خالص من الراجل ان هو الراجل بيقطع عرضي ما بيقطعش طولي، وبالتالي وجدنا نفسنا في الحاله الرابعه. وكان في، وشوف برده المساحه يا كابتن اسلام، الراجل كان بعيد جدا جدا عنه، خطف الخطوتين ووب دخل لقى نفسه مواجه للمرمى. طيب. وخلاص طبعا الصوره يبقى ده بيخلي نقول ان عمر مرموش محمد صلاح يجي من بره لجوه دايما، الحته اللي ما بين المساك وما بين الباك دي افضل نقطه ممكن يشتغلوا فيها. بالظبط. وكمان عندهم مشكله يا كابتن اسامه ان هم ما بيتحركوش مع الكوره، يعني حتى مع اللاعب. طيب. هم ممكن تتفضل تمام.
لا كمل الناحيه الدفاعيه. كل بس عايز اقوله ان طوله في اللعبه دي فعلا بنتكلم على ذكاء يقترب من الصفر، ان انت النهارده كل ركزت فيه ان انت عايز ترجع لمنطقه الجزاء تقف بجسمك وانتهى الموضوع، مش شايف مين اللي جاي وراك، وبالتالي لاعب الاثيوبي قدر ان هو يضحك عليك بخدعه بسيطه جدا واصفر عنها الهدف.